جزاكم الله خير الشيخ. هذا السائل من جمهورية مصر العربية يقول: دخلت المسجد فوجدت المصلين في التشهد الأخير، هل أجلس معهم أم أنتظر جماعة أخرى؟ إن كان وراءك ناس وتعرف أن فيه ناس سيأتون فإنك تنتظرهم وتصلون جماعة، أما إذا لم يكن لم تعلم أن هناك أحدا سيأتي فإنك تدخل مع الجماعة فيما بقي من الصلاة. نعم.